30 عاما أمضاها الدكتور بلال عبد الهادي هنا، هو الذي جذبه حب اللغة العربية والحضارات، لكن هذا الحب لم ينل من وفائه لصنعة الوالد وامتنانه لفضلها في تحصيله الدراسي وبلوغ ما بلغه. فما الرابط الذي قد يجمع بين مهنة التدريس الجامعي وإعداد وتقديم أطباق الفول والحمص؟ في كتار بيستغربوا عملي وحياتي اليومية اللي هي مرتبطة بالحمص والفول ومرتبطة بالجامعة. بقول لهم أنا هالارتباط ما أنا عملته، هي اللغة عملته من خلال جذر الأدب أليف دال بي اللي هو جمع الآداب والمآدب. فعمليا أنا استجبت لحكمة اللغة وعم اشتغل باثنين وما بحس فيه غرابة أبدا أبدا. أنا وعم أطبخ بحس حالي عم أكتب، وأنا عم أكتب بحس حالي عم أطبخ. الحمص والفول هو طبق لكل الطبقات، ما أنا حكر على الفقراء ولا حكر على الأغنياء. وبيزورونا من كل أنحاء لبنان، وحتى غرباء بيجوا لعنا، بيجوا سياسيين، بيجوا كتاب، بيجوا أدباء. بس هيك كان المميز بالزبائن عنا هو منح بركات الله يرحمه. أبي أعطى الحمص أوراق الاعتماد، وفكرت إنه أعمل متحف لثلاث أشياء: تاريخ الحمص وتاريخ الفول وتاريخ أبي.